ده كله امر طبيعي جدا انه يبقى فيه نوع من التحفظ عند المستثمر الاجنبي والعربي اللي بيشتغل بيه بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، بالذات المستثمر الاجنبي. فالنسب المتراجعه النهارده اعتقد ان هي بسبب هذا الامر، وكذلك طبعا اللي حصل فيه حادث تفجير المؤسف. يعني اتصور بشكل عام ان القيم التعاملات النهارده بتنم عن الحركه العرضيه، والفئات المستثمرين أيضا بتنم عن الحركة العرضية اللي شهدها المؤشر، أغلق بدون أي تغيير زي ما قلنا في البداية، تراجع في بداية الجلسة ثم عوض كل الخسائر، فالنسب طفيفة جدا. يعني المصريين والعرب بايعين في مجملهم بخمسة مليون جنيه، واللي شاري المستثمرين الأجانب في مجملهم بخمسة مليون، من أصل شراء أو عمليات شرائية كلية حوالي 31 مليون جنيه في السوق عامل 700 مليون جنيه، يعني 4 أو 5% من قيمة التعاملات، شيء لا يذكر يعني، ولا يمكن إن احنا نعتبره مؤشر يدل على أي شيء. طيب، من نشاط المستثمرين إلى القطاعات، القطاعات النشطة تصدرها قطاع الإسكان وأيضا العقارات والبنوك، كيف ترى هذا أو نشاط هذه القطاعات، وإذا ما كانت هناك قطاعات مرشحة لأن تشهد نشاط ملحوظ في الفترة القادمة نتيجة لعوامل خاصة بها؟ يعني أعتقد هو اللي حصل النهاردة منطقي تماما. القطاعين الأبرز خلال الفترة اللي جاية واللي متوقع واللي كنا بنقول عليهم خلال يعني الشهور اللي فاتت كلها أن هم المفترض أن هم يقودوا هذه المرحلة من السوق، هو قطاع الإسكان وقطاع البنوك. يمكن النهاردة عشان كان بنك التجاري الدولي زي ما قلت لحضرتك في البداية أداؤه إيجابي، فهو ده اللي نشط القطاع بشكل عام، على اعتبار أنه هو تقريبا يعني 90% من مؤشر قطاع البنوك البنك التجاري الدولي لوحده. فبالتالي لما بيصعد البنك التجاري أو بيحصل عليه تعاملات كبيرة، على طول بنلاقي القطاع متصدر قيم التعاملات ومتصدر حتى أحجام التعاملات. القطاع الإسكان كان النهاردة بارز في بعض الأسهم الصغيرة، خاصة بالم هيلز. مجموعة طلعت مصطفى ما كانش أداؤه إيجابي قوي، قفل حوالي تقريبا على 7 جنيه و15 قرش، مازال بيتحرك في النطاقات العرضية اللي موجود فيها بقاله فترة، وهو برضو من الأسهم ثقيلة الوزن على مؤشر قطاع العقارات. اعتقد ان الاداء ده هو الاداء المنطقي زي ما قلت حضرتك في البدايه، واعتقد ان هو هيستمر خلال الفتره اللي جايه. كل التركيز هينصب على قطاع الاسكان كما هو متعارف في اي دوره اقتصاديه، دائما ما بتبدا بالقطاع العقاري ومعه قطاع البنوك، على اعتبار بيبقى في اقبال على الاقراض ونتيجه للتوسع في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتراجع سعر الفايده اللي احنا شايفينه في البنوك خلال الفتره اللي فاتت. قد يتخللهم بقى زي ما بنشوف احيانا قطاعات بتدخل كده بشكل يعني استثنائي ثم بتتراجع مرة تانية، زي قطاع الخدمات المالية كان نشط خلال الفترة اللي فاتت بسبب بايونيرز القبضة. المجموعة المالية هيرمز مازال بيتحرك بشكل عرضي، فبالتالي هو كونه بي 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 بيمثل جزء كبير جدا من مؤشر خدمات المالية، فعلشان كده المؤشر ده أو القطاع ده مش شكله مش نشط قوي خلال الفترة اللي فاتت. طيب، لوحظ يعني كانت هناك ملاحظة أن السيولة النقدية كانت بتتجه نحو أسهم المضاربات، لأي مدى هذه الملاحظة ولماذا برأيك؟ زي ما قلنا صح بطبيعة الحال، زي ما قلت حضرتك في البداية، أن مؤشر الإي جي إكس 70 وحتى الإي جي إكس 100 اللي هو الأوسع نطاقا، النهاردة كان بيحقق مستويات سعرية برضو جديدة ما شافهاش من شهر يناير 2011 حول 1105، وما زال بيستهدف مستوى 1250 لأنه عمل نموذج فني على المدى الطويل بنقول عليه الدبل بوتوم في مستوى 1250 نقطة، وده كان متوقع من زمان حقيقة. ويمكن قلنا في أكتر من لقاء سابق في على مدار الشهور الماضية أن إي جي إكس 100 أداؤه إيجابي جدا، وهو ده اللي كان مدي النظرة التفاؤلية على مؤشر إي جي إكس 30 وإي جي إكس 70 باعتباره هو المجمع ليهم. فبالتالي أعتقد أن المضاربات اللي موجودة في الوقت الحالي أو النشاط اللي موجود من المستثمرين المصريين هو اللي مخلي أسهم المضاربات، أو مش عايز أقول أسهم المضاربات، نقول الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي اللي متفوقة، لأنها ما زالت بعيدة عن القيم اللي بتتماشى مع إي جي إكس 30. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إي جي إكس 30 بيقترب من مستويات 7700، في حين لو بصينا على إي جي إكس 70 مثلا اللي هو أداء الأسهم الصغيرة المتوسطة أو بيقيس الأسهم الصغيرة المتوسطة، هنلاقيه تقريبا قرب 6000 نقطة في مؤشر إي جي إكس 30، يعني بعيد تماما عن المستويات لا يتماشى إطلاقا. المستوى اللي بيتماشى مع مستوى 7200 نقطة في إي جي إكس 30 في السبعين عند 800 نقطة، احنا النهاردة 650 أو 651 نقطة، يعني بعيد خالص، ما زلنا متراجعين بعيد تماما. فبالتالي الأسهم دي متأخرة كتير قوي، أسهم الصغيرة والمتوسطة، فلذلك من المتوقع أنها تستمر في هذا الأداء الإيجابي لحد ما تبقى متماشية إلى حد ما مع مؤشر الإي جي إكس 30، ولذلك كل السيولة هتلاقيها خلال الفترة اللي جاية منصبة على هذه الأسهم لحين عودة الأجانب اللي هي بتهتم أكتر بالأسهم القيادية. طيب، من ضمن الأخبار الخاصة بالبورصة اليوم
اليوم الخبر الخاص بدعوة رئيس البورصة الدكتور محمد عمران لأطفال مستشفى سرطان الأطفال 57-57 لحضور افتتاح أو جلسة افتتاح البورصة غدا، وأن هناك أطراف أيضا في السوق أكدت أنها ستدعم المستشفى بطريقة أو بأخرى. كيف ترى هذا الخبر في ظل الأخبار العديدة التي نتناولها بالأرقام؟ يعني خبر إيجابي طبعا، ينم عن يعني لفتة إنسانية جميلة من إدارة البورصة وعلى رأسها طبعا الدكتور محمد عمران، لكن ما تصورش أنها ممكن يكون لها أثر على أداء السوق بشكل عام يعني، لكنها لفتة إنسانية يمكن كانت متأخرة شوية على اعتبار أن البورصة من المؤسسات الكبيرة اللي موجودة في مصر، وبالتالي كان من المفترض أن هي تكون قبل كده بفترة طويلة، يمكن عشان بس الأحداث والاضطرابات اللي موجودة وما كانت تعاني منه البورصة بشكل عام من أحداث داخلية وأحداث بتأثر على أدائها، يمكن هو ده اللي كان مخليها يعني مركزة شوية في الآثار اللي هي بتعاني منها. دلوقتي مع التحسن اللي بدأ يظهر في البورصة ممكن تبتدي تظهر منها بعض هذه النشاطات الإنسانية الجميلة. طيب على ذكر الأحداث، مصر على أعتاب انتخابات رئاسية، الوضع البعض يرى أنه إلى حد ما مستقر باستثناء طبعا العمليات التي تشهدها سيناء والعمليات العسكرية وما إلى ذلك في إطار مكافحة الإرهاب، وبالتأكيد سوق المال أول من يتأثر بمثل هذه الأحداث. إلى أي مدى كان التأثر، هل تراه قل أو التأثير السلبي تحديدا، هل هو قل أو هل المستثمرين ما زالوا متخوفين من الأوضاع في مصر؟ المستثمر المحلي مش متخوف خالص، وده باين خلال الفترة اللي فاتت. ليه؟ لأن هو إيده في النار زي ما بيقولوا، أو هو اللي في الوضع. ما زال المستثمر الخارجي بينظر لنا من منظور دول أخرى محيطة، بينظر على ان في مصر في اضطرابات تشابه الاضطرابات اللي موجوده في ليبيا مثلا، او اللي موجوده في سوريا، في بعض الدول الغربيه ممكن تنظر على هذا الامر ان مصر فيها اضطرابات، لانها لها الاعلام بره صوره مغايره عن الواقع خالص. فعلشان كده هو ده اللي بيعمل عندهم نوع من التحفظ شويه، وده يمكن يبقى احنا تقصير مننا او من الاعلام في مصر ان هو مش عارف يوصل الصوره الحقيقيه. لكن المستثمر المحلي كونه شايف الوضع العام وشايف ان المساله ما هياش بالخطوره قوي دي، وبالتالي هو مقبل ومتفائل جدا بالمستقبل خلال الفتره اللي جايه، ولذلك هو تقريبا اللي شايل السوق كل الشهور اللي فاتت دي المستثمر المحلي، مش متاثر بالاحداث. طبعا في احداث صعب لازم ممكن يتأثر بيها زي التفجيرات وما شابه والحاجات دي كلها، والانتخابات الرئاسية طبعا بشكل عام، خاصة إذا ما كان هناك أحد المرشحين مثلا فرصه أعلى من فرص مرشح آخر، ويكون اتجاهاته مغيرة للنظام الرأسمالي اللي بتعد البورصة رمز من طبعا يعني بتعد البورصة أهم مظاهره، فبالتالي دي ممكن تبقى فيها نوع من التخوفات. فيما عدا ده طبعا يعني احنا شايفين السوق على المدار الست شهور اللي فاتوا أو السبع شهور تحديدا من بعد 30/6 بيحقق حوالي 52% نسبة ارتفاع، يعني ما فيش بعد كده تفاؤل أو ما فيش بعد كده إيجابية بنقول فيها أن السوق ما بقاش يتأثر بشكل كبير بالأحداث أو بالاضطرابات اللي بيشهدها الشارع. طيب مع وضع كافة هذه المعطيات في الاعتبار، كيف ترى وضع السوق غدا وأهم نقاط الدعم والمقاومة؟ يعني زي ما قلت حضرتك في البداية، أعتقد أن السوق هيستكمل مسيرته الصعودية أو الارتداد اللي احنا شفناه النهاردة، ممكن يقترب من مستوى 7600 وشوية، مازال 7700 ده مستوى مقاومة مهم جدا وقوي جدا، بيوافقه برضو 660 نقطة في جي اكس 70 على المرحلة الحالية وليس على المدى المتوسط والطويل. على المدى المتوسط والطويل السوق قلب اتجاهه وبقى في اتجاه صاعد، وأكد على الرؤية الإيجابية اللي كنا بنقول عليها قبل كده، وبالتالي مفيش خوف إطلاقا. أي تراجع مازال فرصة للشراء بالنسبة للمستثمر متوسط الأجل، قصير الأجل ممكن قرب 7700 يبقى في نوع من التخوف ويبتدي يعمل عملية جني أرباح. أول مستوى دعم عن 7450 إلى 7400. الأستاذ إيهاب السعيد خبير أسواق المال، أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من مؤشر النيل. إلى اللقاء.